السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ابشركم ان شاء الله قبل ما نبدا الحسابات الساعة 8:45 دقيقة موعدنا مع محاضرة جميعا للكل عن شيء مرة عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا على الموعد الساعة 8:45 دقيقة راح نبدا البث. اعتقد الحسابات راح تتأخر شوية، ممكن تكون بعد 20 دقيقة. في السنابات راح اتكلم على اخطر الاسئله. عبد الرحمن، اختباري قريب، اختباري بعد اسبوع، اختباري بعد 5 ايام، اختباري بعد اسبوعين، ايش علي اسوي؟ راح اتكلم عنه اليوم. اعتقد احتمال كبير انه يا انزل السنابات قبل البث، مباشره قبل البث، او مباشره بعد البث. فاي حاله انتم تعالوا في البث وتعالوا هنا كمان، شيء حيكون مره قبل. الحمد لله تم البث وكان شيء مره بطل، الحمد لله. يعني بفضل الله ثم بدعمكم كان شيء مره قوي، عليكم شوفوه وحتى التسجيل محفوظ. افضل ميزه في البيريسكوب انه كل حاجه، كل بث محفوظ وجاهز عندك، فكل عليك تسوي دخلت البيريسكوب دحين راح يمديك تشوف هذا البث بالكامل. ضروري تشوفه سواء كنت بتعثي بتطور لغتك. شرحت نظام كامل، شرحت انه كيف تاخذ ساعه تطوير، ساعه حفظ، كيف تاخذها، شرحت تفاصيل مره قويه. نتكلم على اذا باقي على اختبارك 7 ايام ايش راح تسوي. اول حاجه خليك ايجابي بقدر المستطاع، قد ما تحط نفسك في مجتمع سلبي قد ما كانت اثرك سلبي. أنا وغير أي أحد جاب درجة مرة عالية وجدا إيجابي، لا تسأل أي أحد غيرنا عن الآيلتس لأنه عشان ما تحط بنفسك. عندك وقت مرة قريب، لا تركز أنا قد إيش ذاكرت وكم باقي لي ذاكر وكيف المفروض أذاكر، كيف كنت المفروض أذاكر، ركز على الدحين، باقي عندك أسبوع أسبوعين. عندك لأنه عندك حاجتين، وكمان لا تسأل شخص هل ممكن حجيب الدرجة 7.5 و8.5 و9.5، لا تسأل زي كذا، أنت أكرف قدر المستطاع وادعي وإن شاء الله راح تجيبها. سيناريوهين، لا سمح الله. اول سيناريو انك ما ذاكرت اصلا واخر اسبوع جيت لك كذا فزعه مره قويه، فان شاء الله ممكن من خلالها تجيب الدرجه ممكن. لكن السيناريو الثاني اذا انت كنت ذاكرت من اول متحمس وذاكرت شهر وكرفت، بهذا الوقت المفروض ما تفكر فيه لانك كرفت من اول كويس وممتاز. في كل الحالتين كل اللي عليك تسويه انك بس تستمر، ما تشوف ورا ايش اللي صار، ايش اللي سويته، بس ركز كل ساعه كل دقيقه من وقتك استثمرها. ابدا ايش كلمات فوكابلري عبد الرحمن ايش يسوي في هذا الاسبوع؟ فقط تكنيكات اذا ما كنت ذاكر تكنيكات واختبارات تجريبيه وبس. الكلمات حفظ كلمات، حفظ فوكابلري، مضيع للوقت خصوصا في اخر اسبوعين من اختبارك. ركز على التكنيكات، تكنيكات حات القواعد. بعدها بعد ما تتعلم هذه التكنيكات تكون متاكد انه انت يمديك تطبقها، خذ اختبارات تجريبيه مؤقته، يعني ساعه واحده كتابه، ساعه واحده قراءه، وشوف كيف حليت، شوف الاخطاء اللي تطلع عندك. لا تاخذ انه انا حجيب 6.5 لانه في اختبار تجريبي 6.5، لا تشوف كم الدرجة النهائية، شوف ايش الاخطاء وعدل عليها وحلها من جديد. 3 اشياء راح تسويها، راح تسوي تتعلم تكنيكات، حتسوي اختبارات تجريبية، حتتعلم من اخطائك. قصدي مرة ثانية، التعلم من الاخطاء شيء مرة مهم، كثير منكم ينسوه. يوميا اذا كان مثلا باقي لك اسبوع، ركز يوم واحد لكل قسم، استماع بعدين قراءة بعدين كتابة بعدين محادثة، ممكن الكتابة تاخذها يومين. واخر يومين تسوي اختبارات تجريبية ورا بعض، يعني اذا كنت يمديك تذاكر 6 ساعات تسوي اختبارين تجريبيين كاملين في نفس اليوم. والسبب انه اذا تعودت على ضغط الاختبار يمديك تركز في الاختبار الفعلي، لانه احنا بعض الحين نفقد تركيزنا في الاختبار الفعلي عشان ما احنا متعودين. لكن حاجه مره مهمه، اخر 24 ساعه للايلتس بليز لا تذاكر ابدا ولا تسالني عن اي حاجه للايلتس. 24 ساعه عليك ترتاح ارتياح شديد، لانه هذه الثلاث ساعات الجايه عليك تعصر مخك فيها، فجهز نفسك بكل طريقه. يعني وقتها اخر 24 ساعة زي ما يقول في امها، اي حاجة العب مدري ايش سوي اللي تبغاه، اطبخ كمان. كان باقي لك اسبوعين تاخذ يومين لكل قسم، فاستماع يومين، قراءة يومين، قراءة ممكن 3 ايام، الكتاب ممكن 3 ايام، محادثة يومين، واخر ايام اختبار. كل اللي تحتاجه، ما تحتاج كتب، ما تحتاج اي حاجة، كل اللي تحتاجه تشوف قناتي على اليوتيوب وتشوف الموقع هذا الاختبارات التجريبية راح اوريكم دحين، مرة مهم. باختصار شديد في كل كتب الايلتس الرسميه ويمديك تدخلها وزي كانك في الكتاب، شوف الليستنج، بالعكس احسن من الكتاب نفسه لانه ما عندك مكان للسي دي هنا. بالنسبه للخطه، اذا انت قريب من الاختبار هذه نصائحي، لا تشد نفسك باي حاجه غيرها، لا تسال ناس عن الايلتس، خليك في نفسك واستثمر كل دقيقه. ممكن تعطيها كرف مره قوي، ممكن تعطيها 10 ساعات كرف، ممكن تعطيها 12 ساعه كرف في اليوم، ممكن توصل لدرجه تبغاها سواء كان 6.5 و7.5. إذا لا سمح الله مثلا بسبب انك ما ذاكرت كويس اول واعطيتها كرف اخر اسبوع ممكن ما جبت الدرجة، لكن الكرف هذاك الاسبوع راح ينفعك في المذاكرة ذاك المرة الجاية. بدل ما تذاكر 100 ساعة من جديد لانك ذاكرت 30 ساعة في اخر اسبوع، يمديك بس ذاكر اخر 70 ساعة وبس. فيعني اخر اسبوع استغلها بشكل مكثف وفوكس جدا.
الاختبار مره مصيري بالنسبه ليك، وعارف انه اشياء كثيره اشياء مصيريه مبني عليه على هذه الدرجه اللي راح تاخذها، لكن في نفس هذه الحاجه عندك حاجه نقطه ركز عليها اللي هي انه خليك مهتم بالتعلم، ركز على التعلم على التنرفز. لا تقول مين النذر اللي سوى الاختبار، قول ابغى اتعلم هذا الشيء ليش صعب. مره مهم ان اتجاه عقليتك واتجاه تفكيرك يكون سليم، بدل ما تفكر هذا السكشن مره صعب مستحيل احد يحله الا سؤال ثاني كيف اقدر احل هذا الشيء. ناس انا اعرفهم شخصيا، بعض الناس اعرفهم شخصيا حلوا اختبارات تجريبيه 15 20 اختبار تجريبي ولا تحسنوا ولا نص درجه بسبب هذا الشيء. المايند سيت حق التعلم، خليك في مايند سيت انا كيف ممكن اقدر احل هذا الشيء، مو كيف اقدر اتهرب واذا الشيء جالي ما راح احله، كيف اقدر اسويه اذا جاني في اختبار ايش اسوي. نصيحه مره قويه، نصيحه تو ذا بوينت، ان شاء الله وصلتكم، ان شاء الله تكونوا متحمسين ايجابيين، ان شاء الله نشوفكم باذن الله على خير بكره في الصباح.